حي الخالدية، استهداف المنازل بالقذائف، بالقذائف بالهاون، بالقذائف عم يضربوا على تل أبيب، عم يضربوا على إسرائيل. نحن بهول بحي الخالدية صار فوق 20 هاون نازلين، والبيوت في نسوان وفي أطفال ما عم نقدر نسحبهم. لسه عم يقول لك مظاهرات سلمية، الشعب يريد تسليم. سقوط الهاون بالقرب مني، الآن سقوط الهاون، سقوط هاون على الأحياء السكنية.